يا الدراري، معكم الام دي كار. اليوم فيديو جديد. هذا العام الحمد لله طاحت الشتا مزيان، ولكن وقعوا شي مشاكل بحال الفيضانات، الناس تدخل عليهم الماء، كاين اللي غرق الطوموبيل. المهم الله يعوض الجميع. وفي هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على طوموبيلتك في الشتا، يعني شنو خصك تكونترولي في طوموبيلتك، وشنو اللي خصك تحضي معاه فاش تكون غادي والشتا كطيح، وشنو خصك تصوب فيها، يعني فاش يقرب يدخل البرد خصك تصوب فيها شي حاجات، واش نقولكش المشاكل من بعد. اول حاجه خصك تكونتروليها في الطوموبيل قبل ما يبدا البرد هو الباتري. والباتري ماشي اي واحد ممكن يكونترولي يقول لك مزيان اولا ميت. كتمشي عند شي واحد سبيسياليست، يعني تريسيان اولا ميكانيسيان اللي كومبيتون، عنده اوتيج ديال الباتري. هاد الاوتي شنو هو؟ هو تيستور، كيتيست الباتري وكيشوف لي فالور ديالو واش مزيانين. ولكن كاين اللي عنده هذاك التيستور ما كيعرفش يقرا لي فالور اللي فيه، يعني فاش كيبرونشي الباتري الا خرج له 12 فولت يقول لك راه مزيان، كيشوف غير الفولتاج. مي هو الباتري كيعتمد على لومبيراج. هاد البلان هذا خصنا نديرو تانديرو شي فيديو سبيسيال على الباتري، وغادي نشرحو بزاف د الحوايج، وغادي نشرح لك كيفاش تعرف الباتري اللي خدام طوموبيلتك 100%. المهم نكملو، فاش غادي برونشي التيستور غادي يعطيه لي ميزور، يعطي لومبيراج شحال فيه الباتري، تما غادي يقول لك واش الباتري ميت اولا ما غاديش يطول معاك بزاف وغادي يموت اولا مزيان. وهكا غادي تعرف طوموبيلتك واش بدل الباتري اولا مازال مزيان. ثاني حاجه خصك تكونترولي في طوموبيلتك وهادي سبونطاني خصك تكون عارفه، اللي هما لي بنو. لي بنو اللي كانوا عندك ديال 4 سيزون يعني ديال العام كامل، خصك تعلمو البنوات ويقول لك واش يمكن يزيدو اولا راهو معياني، يعني يديرو لك مشاكل، حيت ما تبقاش غادي اون كونتاكت مع الطريق. غادي الا كان طاحت الشتا غتولي غادي فوق الماء، وهنا الله يستر غادي توقع شي حاجه. المهم غتمشي عند مول البنوات واللي غادي يقول لك البنوات واش ممكن يزيدو اولا تبدلهم. ولا كانوا عندك نتايا من الناس اللي كيبدلوا البنوات من ديال الصيف ديال الشتا، دي هضره اخرى، سير قلب البنوات ديالك والله يسخر الامور. ثالث حاجه خصك كونتروليها بنادم في طوموبيلتو هما لي ديسك ديال الفران، واكثرية في الشتا. علاش؟ حيت الديسك ديال الفران الا كان ميت تيكون فراجيل، وحنا عارفين الفريناج كيسخن، وانت كتكون غادي في طوموبيلتك كتكون طايحه الشتا كيتقاس الماء في الديسك، الا كان ميت غادي تهرس، ولا تهرس غادي توقع شي كارثه. من الاحسن بنادم يكونترولي لي ديسك ديال الفران ديالو الا كانوا ميتين يبدلهم باش يتجنب المشاكل. كنتي مثلا غادي بطوموبيلتك والشتا كطيح، وصلتي مثلا شي قنطره وقعتيها عامره بالماء، ماشي عامره بزاف، المهم الماء عالي شي شويه، وبغيتي دوز، اول حاجه خصك تشوف طوموبيلتك هو النيفو ديال الفلتر ديال الريح، يعني الفلتر اير منين كاسبيري الريح واش من التحت ولا من الفوق. الا كان من التحت قلب الدوره وشوف شي طريقه اخرى، كان من الفوق ماشي مشكل ممكن دوز. الا كان من التحت غادي اسبيري الماء وغادي يدخلوا لبوست الموتور، وهنا غنوليو في مصيبه ديال المشاكل. غادي نقول لك واحد البلان صغير ولكن عمري شفت واحد هضر عليه، انا شفت ثلاثه ديال ليكا طوموبيلات دخل لهم الماء من الجهه ديال لي شابون. غتقول لي ما يمكنش الدخان كيخرج، ما يمكنش الماء يدخل من الجهه ديال لي شابون، وانا غادي نقول لك كيفاش. الطوموبيلات كيدخلوا في النيفو ديال الماء تكون شويه طالع، بحال مثلا تيقاو كما قلت لكم شي قنطره كيدخل فيها الماء، كيدخل من الجهه ديال لي شابون، كيتم غادي كيوصل الى وصل في النص ديال لالين، كتكون تما ديال لا ديبرسيون ديال لو جي ار، لافاند لو جي ار كتكون محلوله كتكون لا ديبرسيون تما فين كيتجبد الماء كيدخل للموتور. الحل هو انك فاش تكون داخل في وسط الماء طلع شويه الريجيم ديال الموتور كسيري، باش هكا تكون لا بريسيون ديال الدخان اللي خارج اكثر من لا ديبرسيون ديال لو جي ار، باش هكا ما يقدرش الماء يوصل لك لو جي ار باش ياسبيريه الموتور. دابا غادي نهضروا على الناس ديال الطوا اوفرون، اللي عندهم طوا اوفرون في الطوموبيل ولا طوا بانوراميك، اللي عندهم فوطوا ما عليهم هضره، هذوك واخا يخلي الطوا محلول ما كتدخل لا ما لا والو. الناس ديال الطوا غادي يتمحنوا شويه مع الشتا، غادي يبقى يدخل عليهم الماء. علاش؟ حيت ما كيديرش لوتروتيان الطوا ديالو. لوتروتيان ديال الطوا هو خصك تنيطواي لي كانون دي فوكياسيون ديال الماء، يعني كاينين واحد التيويات كيكونوا كيخرجوا الماء لبرا خصهم يتنيطواو، حيت تعمرو بديك الغبره وداك الوسخ. حيت انت طوموبيلتك في الصيف كتكون كتحطها غير البلاصه اللي فيها الظل، يعني كتمشي جهه تحت الشجر كتحط طوموبيلتك تمايا، ودوك الوريقات تيطيحو تمايا وكيدخلو في وسط الطوا. هنا فاش يقرب يدخل البرد غتمشي غادي تنيطواي هادوك باش يبقى يخرجوا الماء، ولا غادي يبقى يعمر لك ديك الجهه بالماء ويبقى يدخل لك البلافون، غتبقى تلقى لي طراز ديال الماء في البلافون، وكاين اللي يدخل عليه الماء حتى لداخل، يعني دخلت عليه القطره ديال الماء، يعني بدا تيعمر له الماء لداخل. والبلان الثاني هو ديك البلاصه ديال لي سوي كلاص، في كيكونوا لي سوي كلاص تما خصك تحيد لي سوي كلاص ديالك وتحيد ديك الكاريناج وتنيطوي داكشي لداخل،
ولا غادي يعمر لك الماء تمايا ويدخل لك من الجهه ديال الشوفاج وغادي يضرب لك زيكيبمون الكتريك والكترونيك وغتولي في مشاكل وطوموبيلتك غتطلع لك في راسك. يعني في الصيف هاي طوموبيلتك زوينه ولكن في البرد تبقى تمرضك. ها الماء كيقطرها هو كيدخل من هنايا يضربات لك شي حاجه بسبب الماء كاكيلاتور مشات بالماء وهادشي كامل علاش ما كديش لوطروتيان اللي كانوا ديفوكياسيون ديال الماء ديال الطوا ولا ديك البلاصه اللي قلت لك ديال لي سويكلاص. واخا ما عندكش الطوا خصك تنيطوي ديك البلاصه ديال لي سويكلاص تمايا حيت تما كيعمر بزاف كيطيح ديك الورق ديال الشجار والغبره وكذا كيبوشيو هذوك لي كاناليزاسيون اللي كيخرجوا الماء الزنق. هادشي تقريبا اللي كاين الدراري على شنو خصك تكونترولي في طوموبيلتك في الشتا. كنت شي حاجه نسيتها كتبها في كومونتير باش واحد اخر يستافد وبارطاجي الفيديو مع صحابك وما تنساوش الانستغرام دخلوا تابوناو في الانستغرام وبارطاجيو الفيديو في ستوريات حتى هو باش نحركوا القضيه داك الكونت شويه بدا كينعس وباش نزيدو في الفيديو تما حيت يلاه درنا جلد لي فيديو خصنا نزيدو لي فيديو مي خصنا الموتيفاسيون او هادشي اللي كاين وما تنساش جيم وبارطاجي الفيديو مع صحابك وشي كومونتير وابوني. تهلاو.